وضمن مبادرات فلندعم المعاقين لقاء خاص مع الشيخة الدكتورة هند القاسمي. يا مرحبا وأهلا فيك دكتورة. يا أهلا وسهلا. فعلا فلندعم المعاقين، إحنا الحمد لله في رمضان ستكون عندنا فعالية موجهة للمعاقين، لكبار السن، للأيتام، أيضا لا ننسى فئة العمال إن شاء الله. شاركونا واتمنى تكونوا معنا من يوم 15 إلى يوم 20 إن شاء الله في المكان واسع، وأيضا نفكر أن يكون على هامش هذا الملتقيات أن يكون عندنا معرض إن شاء الله لدعم إخواننا المحتاجين وإخواننا كبار السن أو أولادنا أو المسلمين، أيضا المسلمين الجدد وغيرهم وغيرهم. لو نسيت شيء ذكروني، فلندعم المعاقين.